بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ طبعا زي ما انتم عارفين اشتغلنا المرات اللي فاتت او في الثمان محاضرات او اللقاءات السابقه عن الجزء الخاص بالديفرنشيشن. عملنا ديفرنشيشن لتقريبا كل الفانكشنز اللي احنا نعرفها وما نعرفهاش. هنتكلم النهارده عن قاعده مهمه جدا او قانون مهم جدا مرتبط بالديفرنشيشن، لان الديفرنشيشن الديفينيشن بتاعه الليميت. احنا هنتكلم على الليميتس النهارده. هنتكلم على الليميتس لو بتديني undefined value. وخدوا بالكم في فرق كبير جدا ما بين كلمه undefined value وانفينيتي. انفينيتي قيمه كبيره، انما undefined value يعني قيمه ما اعرفش اذا كانت صغيره ولا كبيره. القاعده اسمها قاعده لوبيتال. وطبعا عالم فرنساوي فاسمه طبعا يعني لوبيتال رول. طبعا قاعدة لوبيتال بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو كانت بحسب الليمت لما اكس تندس تو ايه ده ممكن يبقى زيرو، ممكن يبقى نيجاتيف، ممكن يبقى بوزيتيف، نيجاتيف انفينيتي، بوزيتيف انفينيتي، فاي قيمة لحاصل قسم الدالتين f of x على g of x بتساوي. لو كانت بتساوي ايه بقى؟ لو بتساوي undefined value. undefined value يعني ايه؟ قال لي اشهر undefined value هي 0 على 0. طب في undefined values تانية؟ infinity على infinity. انا بكمل or او infinity minus infinity برضو undefined value او 1 to the power infinity. كل دي undefined values. طب ليه؟ قال لي بص، الزيرو relative والانفينيتي relative ومفيش absolute 1. ده كلام غريب، ده انت اول مرة ناصر المغرب بتقول لنا ان الزيرو ده relative. اقول لك الزيرو انا بعتبره زيرو اكوردنج للسيستم اللي انا موجود فيه. يعني ايه؟ عندي عجله اثرت عليها بقوه شد واحد حصان، ايه اللي هيحصل؟ هتجري. طب قطر اثرت عليه بنفس قوه الشد ولا هيتحرك من مكانه. اذا قوه واحد حصان بالنسبه للقطر زيرو، وفي نفس الوقت هي لها قيمه وقيمه قويه بالنسبه للايه؟ للعجلة تقوى شد. قال لي اذا الزيرو ريلاتيف، فانا ما اعرفش الزيرو اللي فوق ده اكبر من الزيرو تحت ولا لا، فعشان كده بقول undefined value. نفس القصة كلمة الانفينيتي. الانفينيتي دي ريلاتيف، هتقول لي ازاي؟ هقول لك مثلا جبت كيلو جرام حطيته على البيلدنج بتاعنا اللي احنا موجودين فيه ده. الكيلو جرام ده قعد 10 سنين. هل الكيلو جرام الحديد ده هيأثر في الكونستراكشن بتاع البيلدنج يوقعه؟ طبعا ولا البيلدنج حاسس بيه اصلا، صح؟ قال لي انما لو جبت الكيلو جرام ده كده وخليته على سن قلم مدبب، يعني عملته سحبته كده بقى شبه السن القلم المدبب وحطيته على ظهر نمله، ايه اللي هيحصل؟ هتموت، صح؟ اذا الكيلو جرام كان بالنسبه للمبنى زيرو وبالنسبه للنمله انفينيتي، موتها وهكذا. طيب الواحد تو ذا باور انفينيتي ليه بـ undefined value؟ قال لي هل تقدر تعمل لي دايره كهربائيه بتطلع 1 امبير اكزاكت؟ لا. طب لو طلعت 0.99999 لو الاكيورسي بتاعتي لل 3 ديسمال بليسز هعتبره 1. طب اللي هو 0.9999 دي لما اعملها باور انفينيتي، خدها بالكالكوليتر كده حطها، حط ياسين 0.9999 اعملها تو ذا باور 100 وخد الانسر، اعملها تو ذا باور 100 وخد الانسر، اعملها تو ذا باور 100. في النهايه اديتك كام؟ بالظبط هتديك زيرو. يعني ال 0.99999 لما عملتها باور انفينيتي راحت لزيرو. طب انا ممكن الدايره الكهربائيه ما تطلعليش القيمه دي، تطلع لي 1.00001، وده بعتبره لو انا بتكلم على 3 ديسمال بليسز او بقرب ل 3 ديسمال بليسز 1 برضه، صح؟ قال لي
طب اعمل لي الرقم ده باور انفينيتي 3 4 مرات باور 100 3 4 مرات. اداك ايه يا شذا؟ ماث ايرور. ماث ايرور يعني بقت قيمه كبيره جدا. فاذا الواحد تو ذا باور انفينيتي انا ما اعرفش اذا كانت قيمه كبيره جدا ولا زيرو، عشان كده باندفايند فاليو. طيب وبعدين يا عم لوبيتال، كنت بحسب الليمت لما اكس تندس تو اي اي قيمه لاف اوف اكس على جي اوف اكس، طلعت لي باندفايند فاليو اللي هي دي اور دي اور دي اور دي. طيب و وانفينيتي اوفر انفينيتي تو ذا باور انفينيتي برضه باندفايند فاليو، ماشي اعمل ايه؟ قال لي ولا حاجه. عشان تجيب الليمت دي بتقول لي الليمت بتاعت نفس الفانكشن او بتاعت نفس التو فانكشنز اللي هما ديفايدد على بعض اف اوف اكس على جي اوف اكس هتساوي الليمت لما اكس تندوس تو اي لاف داش اوف اكس على جي داش اوف اكس. يعني اعمل ديفرنشيشن للفانكشن اللي فوق لوحدها والفانكشن اللي تحت لوحدها واحسب لها الليمتس. طب حسبت لها الليمتس ادتني قيمة، ادتني 3 خلاص يبقى قيمة الليمت الأصلية بس 3. طب ادتني 2 over 5 نفس القصة. طب ادتني infinity نفس القصة. طب ادتني 0 نفس القصة. طب ادتني 0 over 0 أطبق لوبيتال تاني أخد الأنسر أحسب لها الليمت، بس أعمل اللي فوق differentiation تاني لوحده واللي تحت differentiation تاني لوحده، أفضل أكرر الخطوات لغاية ما تديني قيمة معلومة. القيم دي هي قيم غير معلومة، ما اعرفش اذا كانت كبيرة ولا صغيرة ولا بتروح لانفينيتي ولا بتروح لزيرو. تعال نشوفوا اكزامبل واثنين وثلاثة على الكلام ده، ومن خلال الاكزامبلز نقدر نفهم القصة. اكزامبل 1 find the following limits A الليمت لما X tends to باي باي 2 يس لإيه بقى؟ لـ 2 كوزين X على 2X ماينس باي B الليمت لما X tends to 0 ل 1 minus cosine x على x squared c الليمت لما x tends to infinity ل root 1 plus sine x minus root 1 minus sine x على x. تمام اعتقد دي مش انفينيتي يا جماعه، اعتقد دي زيرو. لما اكس تندس تو زيرو بالظبط كده. دول 3 ليميتس عايز احسبهم. تعال كده نشوف السوليوشن. بس قبل ما اشوف السوليوشن هقول لكم شويه حاجات ما ننساهاش. اول حاجه ساين زيرو بتساوي زيرو، ساين كوزين زيرو بتساوي واحد. خدوا بالكوا بقى الشاين والكوشاين زيهم، يعني شاين زيرو بزيرو وكوشاين زيرو بواحد. طيب ساين باي باي تو بوان وكوشاين كوزين باي باي تو برضو بزيرو، يبقى واحدة ساين زيرو بزيرو وساين باي باي تو بوان، كوزين زيرو بواحد وكوزين باي باي تو بايه بزيرو. الكلام ده تقدروا تعملوه بالكالكليتر بمنتهى البساطة. وهفكركم برضو ان انا عندي شاين زيرو بتساوي زيرو وكوشاين زيرو بتساوي وان. الكلام ده تقدر تعمله بالكالكليتر بمنتهى البساطة لكل الفانكشنز دي موجودة عندك، بس انا بفكرك بيها علشان احنا هنستخدمها. تعالوا نبصوا كده على السوليوشن لاول واحده. عايز اجيب الليمت لما اكس تندس تو باي باي تو لايه؟
ل 2 كوزين اكس على 2x ماينس باي. لو انا بصيت كده بمنتهى البساطه وهبتدي اعمل دايركت سبستيتيوشن باكس بتساوي باي باي 2 على جنب كده اهو، يبقى هتساوي 2 كوزين باي باي 2. احنا قلنا كوزين باي باي 2 بكام؟ بزيرو. حلو قوي. على 2 تايمز باي باي 2 ماينس باي، هتبقى باي ماينس باي لان ال2 هتروح مع ال2، اديتني ايه يا رجاله؟ 0 على 0. يبقى انا دي على طول باي ديفينيشن هستخدم قاعده لوبيتال، اقول له يبقى الليمت ده بتاعي. طبعا انا دايما بقى في البدايه عايز اعلمك ان المساله بتاعتك تسميها ال عشان ما تقعدش تكتب الكلام ده كله من جديد. انا لو ما سميتهاش ال يبقى هقول له اذا الليمت لما اكس تندس 2 باي باي 2 ليه 2 كوزين اكس على 2 اكس ماينس باي هتساوي الليمت لما اكس تندس 2 باي باي 2 للديفرنشيشن بتاع اللي فوق. طب الديفرنشيشن بتاع 2 كوزين اكس بايه؟ بماينس 2 ساين اكس. حلو قوي. طب الديفرنشيشن بتاع اللي تحت، الديفرنشيشن بتاع 2 اكس بايه؟ ب 2. والديفرنشيشن بتاع الماينس باي بزيرو، ده كونستنت. طيب اذا اعمل ايه بالظبط كده زي ما قال ياسين؟ اعمل سبستيتيوشن تاني على اكس بتساوي باي باي 2. طب هي ساين باي باي 2 بكام؟ ها بايه؟ ب1. يبقى دي هتديني كام؟ هتديني ماينس 2 اوفر 2، يعني هتديني ماينس 1. طب كده خلصت؟ قال لي اه طبعا. هي الماينس 1 دي ديفايند فاليو ولا مش ديفايند؟ ديفايند سيرش. يبقى انا كده بطبق لوبيتال لما بلاقي الانسر، او بطبق الليمتس لما بلاقي الانسر بتساوي انديفايند فاليو، يعني 0 اوفر 0 او انفينيتي اوفر انفينيتي او انفينيتي ماينس انفينيتي او 1 تو ذا باور انفينيتي. لوبيتال قالت لي ايه؟ قالت لي يبقى الليمت بتاعت الفانكشن بتاعتك بتساوي الليمت هي هي، بس بتعمل اللي فوق ديفرنشيشن لوحده واللي تحت ديفرنشيشن لوحده. انا ما بعملش ديفرنشيشن لكوشنت دينومينيتور سكوير دينومينيتور، لا 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 خالص، اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده لغايه ما توصل لماينس 1. قبل ما تحل بيه هتوقف الفيديو طبعا وتحل بيه. انا بقول لك كده، لما تلاقي عندك في الدينومينيتور اكس تو ذا باور 2 توقع ان انت هتطبق لوبيتال مرتين. ليه؟ هي اكس هنا بتندس تو ايه؟ تو زيرو، صح؟ قال لي اه. طب هي لما هتعمل لها ديفرنشيشن خلاص، طب هي زيرو في الدينومينيتور عاده بتبقى زيرو فوق، بس لازم تتاكد الديفرنشيشن بتاعها هيبقى 2 اكس، هيبقى برضو بزيرو لما تعوض عن اكس بزيرو. فعاده لما يكون اكس باور 2 في الدينومينيتور توقع ان انت هتطبق لوبيتال مرتين. انا عارف ان ولادي شاطرين، وقف الفيديو حل. اكيد طبعا وقفت الفيديو وحليت، ما بت ايه ما بتشتغلش مستمر، لانك لازم تكون قاعد على المكتب قدامك ورق وشغال. تعال نشوفه بيه اهو. انا من البدايه بقى هقول ال بتساوي الليمت لما اكس تندس تو زيرو. ليه يا عمنا؟ ل1 ماينس كوشين اكس، ماشي، على كام؟ على اكس سكويرد. طب تعال نطبق لوبيتال. احنا قلنا كوشين زيرو بكام؟ بواحد، بقت 1 ماينس 1 بزيرو. طيب وهنا اكس سكويرد هي زيرو سكويرد بايه؟ بزيرو، يعني undefined فاليو. اقول له ذن الليمت بتاعتي هتساوي، اعمل اللي فوق ديفرنشيشن لوحده. هو كوشين ديفرنشيشن بتاعه بايه؟ بشاين، بس لاحظ ان انت عندك نيجاتيف فاليو، يبقى ماينس شاين اكس على كام؟ على الديفرنشيشن اوف اكس سكويرد ب 2 اكس. اطبق لوبيتال، سوري اجيب الليمت، هشوف بقى هتديني 0 اوفر 0 ولا هتديني قيمه. طيب هي شاين 0 بايه؟ شاين 0 ب 0 فهتديني 0 اوفر. طب و2 تايم 0 ب 0، يبقى انا زي ما قلت لك من البدايه توقع لما يكون عندك اكس باور 2 في الدينومينيتور ان انت هتطبق لوبيتال مرتين. اقول له ذن ال برضو بتساوي الليمت لما اكس تندس تو 0، اعمل ديفرنشيشن اللي فوق لوحده، يبقى ماينس كوشين اكس على 2. ابتدي اطبق الايه؟ الليمتس. لما احط اكس ب 0 هنا، هي كوشين 0 بكام؟ لسه قايلينها بواحد، تبقى فوق ماينس 1 وتحت ب 2 از اتيز. يبقى طبعا القيمه بتاعت الليمت
ل 1 ماينس كوساين اكس على اكس سكويرد بتساوي ماينس هاف. ده بالنسبه لتاني مساله. تعالوا نبصوا كده على ثالث مساله. عايز احسب الليميتس برضه، هقول له ال بتساوي الليميتس لما اكس تندس تو 0 لروت 1 بلس ساين اكس ماينس روت 1 ماينس ساين اكس على ايه يا رجاله؟ على اكس. ابتدي اطبق الايه؟ القيمه بتاعت اكس بتساوي 0. طب هنا ساين 0 هتبقى بزيرو، وهنا ساين 0 هتبقى بزيرو، هتبقى روت 1 ماينس روت 1 بزيرو على زيرو، يعني دي في النهايه هتديني 0 اوفر 0. اقول له يبقى ال هتساوي الليمت لما اكس تندس تو 0 لايه يا عمنا؟ اعمل لي ده ديفرنشيشن اهو، بحط الروت تحت 1 بلس ساين اكس، والديفرنشيشن اوف ساين بايه؟ بكوزاين اكس، وعندي نيجاتيف ساين، وبرده نفس القصه تو روت 1 ماينس ساين اكس، واعمل ديفرنشيشن للماينس ساين تديني ايه؟ ماينس كوزاين اكس. فلاحظ ماينس تايمز ماينس هتديني بلس على الديفرنشيشن اوف اكس ب 1. وهنا طبعا في تو روت ما ننساش، لان الديفرنشيشن بتاع السكوير روت بحط تو روت في الدينومينيتور، اعمل ديفرنشيشن للي جوه فوق. طيب هنطبق بقى في الحته دي، يبقى هتساوي الدينومينيتور بواحد، حلو. طب كوزاين 0، ما خلاص انا هعوض عن اكس ب 0، كوزاين 0 ب 1 على 2 فروت 1 بلس ساين 0 ب 0 بقت هاف، ماينس ماينس تبقى ايه؟ تبقى بلس. برضه نفس القصه كوزاين 0 ب 1 على 2 فروت 1 ماينس 0 بقت هاف بلس هاف بتساوي 1. يعني الليمت بتاعتنا كلها على بعض بتساوي 1. هل فيها مشكله كده؟ طيب نفكر كده في اكزامبل تالت. دي عايز اجيب الليمت لما اكس تندس تو، انا طبعا عايز احل لكم مسائل الشيت بتاعتنا على اساس ان ايه؟ ل 1 ماينس تان ماينس اكس، اوكي 1 ماينس اكس تايمز تان باي اكس على 2، وهنا اكس تندس تو ون. اكس بتقول اله الواحد. ركز بقى معايا هنا في الحته دي، عشان الحته دي مهمه. انا لوبيتال علشان اطبقها لازم يبقى عندي فانكشن في النومينيتور وفانكشن في الدينومينيتور. هل دي فيها فانكشن في النومينيتور وفانكشن في الدينومينيتور؟ الاجابه لا. طب اعمل ايه؟ قال لي التان دي تبقى ساين على كوزاين زي ما قال ياسين بالظبط. التان دي تبقى ساين على ايه؟ على كوزاين. هقول له انا سميتها ال، خد بالك، وال هتساوي الليمت لما اكس تندس تو 1 ل 1 ماينس اكس عادي خالص ساين باي اكس ديفايدد باي 2، كل ده على كوزاين باي اكس ديفايدد باي 2. طب تعال نطبق الليمت. طب الاكس هنا ب 1، 1 ماينس 1 بقت 0، وهنا ساين هتبقى الاكس ب 1 باي باي 2، ساين باي باي 2 ب 1، ف 0 في 1 ب 0 على كوزاين باي باي 2 ب 0 بقت 0 على 0. دي ظهرت لوبيتال اهو. اقول له يبقى ال هتساوي الليمت لما اكس تندس تو 1. انا دلوقتي عندي مالتيبليكيشن اوف تو ديفرنت فانكشنز، انا بعمل لها ديفرنشيشن عادي، محدش قال لي ان انا ما اطبقش قوانين الديفرنشيشن. هقول الفيرست في الديفرنشيشن اوف ذا سكند بلس السكند في الديفرنشيشن اوف ذا فيرست، تبقى 1 ماينس اكس في الديفرنشيشن بتاعت ساين باي باي 2 في اكس، الديفرنشيشن بتاع الساين بكوزاين، ادي كوزاين باي اكس ديفايدد باي 2 في الديفرنشيشن اوف ذا انجل. هي الانجل ايه؟ هي باي باي 2 في اكس، هو الديفرنشيشن اوف 5 اكس ب 5، يبقى الديفرنشيشن اوف ذا انجل بباي باي 2. بقت كده الفيرست في الديفرنشيشن اوف ذا سكند بلس السكند. السكند بايه يا رجاله؟ ساين باي باي 2
حلو قوي. في الديفرنشيشن اوف ذا فيرست، هو الديفرنشيشن اوف 1 ماينس اكس، ال1 الديفرنشيشن بتاعه 0 والاكس الديفرنشيشن بتاعه بماينس 1، يبقى ده ماينس 1. هل فيها مشكله كده؟ طيب اخش على اللي تحت. طب اللي تحت الديفرنشيشن اوف كوزاين باي باي 2 في اكس بايه؟ بماينس ساين باي باي 2 في اكس في باي باي 2. باي باي 2 اللي هو الديفرنشيشن اوف ذا انجل. طيب هطبق لوبيتل قال لي جميل، او هطبق الليمت يعني هحط قيمه اكس بواحد. طيب هنا واحد ناقص 1 ماينس 1 بزيرو، بقى الترم ده كله زيرو. طيب ساين باي باي 2 هي ساين باي باي 2 بكام؟ ب 1 زي ما قال ياسين. يبقى اللي فوق كله 1 في ماينس 1 بماينس 1، يبقى اللي فوق كله هيبقى ماينس 1 على. نقول تاني، انا عندي 1 ماينس اكس باي باي 2 كوزاين باي باي 2، هنا عندي دي 0 ساين باي باي 2، احنا قلنا ساين باي باي 2 بواحد. اوكي اجي على ماينس باي باي 2، ادي الماينس باي باي 2 از ات از، برضه في ساين باي باي 2 معنى اكس بواحد، ساين باي باي 2 كام؟ ب 1، يبقى تايمز 1 خلاص مش هكتبها، يبقى الانسر تديني 2 اوفر باي. هنقول تاني نركز مع بعض، حبينا نحسب الليمت ل 1 ماينس اكس تايمز 10 باي في اكس على 2. قلنا انا عشان اطبق لوبيتال من الظريف ان يكون عندي ايه يا جماعه؟ ان يكون عندي دينومينيتور ونومينيتور، يبقى عندي حاجه تحت في الدينومينيتور وحاجه فوق في النومينيتور. قال لي خلاص يبقى التان دي هقسمها ساين على كوزاين. ابتديت اطبق احط اكس الفاليو بتاعته ب 1 ادتني 0 على 0 اللي هي النظريه بتاعتي. يبقى اذا ال بتساوي الديفرنشيشن بتاع القصه دي، اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده، لان هو قال لي اذا كان الليمت بتاعت لما اكس تندس تو اي الاف اوف اكس على جي اوف اكس بتساوي undefined value واحده من دول، هات لي ايه؟ هات لي الليمت لنفس الفانكشن بس اللي فوق اعمل له ديفرنشيشن لوحده واللي تحت اعمل له ديفرنشيشن لوحده. عملت اللي فوق ديفرنشيشن لوحده as a multiplication of two different functions، واللي تحت عملت له ديفرنشيشن. وبعد كده طبقت حطيت اكس ب 1، ما انا في كل مره بحط اكس بقيمه الليمت. طلعت لي بماينس 1 على ماينس باي باي 2. طبعا ده الدينومينيتور اوف دينومينيتور، يبقى بنقلبه اللي هي 2 دي تطلع فوق وتبقى باي تحت، والنيجاتيف ساين راحت مع النيجاتيف ساين. صعبه اللعبه يا شذا؟ ياسين احمد صعبه؟ طيب ما دام مش صعبه الحمد لله. هنبتدي نتعامل مع مجموعه من المسائل الاخرى. عايز اجيب الليمتس التاليه، اغلبها الليمتس لما اكس تندوس تو زيرو. طيب تعال نشوفه كده واحده واحده بنحل ازاي. اهو بقول له ال بتساوي ما انساش الليمت لما اكس تندوس تو زيرو لاكس كوزاين اكس بلس 10 2x على x sec x بلس sin 4x. طبعا انتوا عارفين يا جماعه زي ما كنا قايلين قبل كده، نفكركم ادي sin 0 بتساوي 0 وكوزاين 0 بتساوي 1، دول بالتالي اللي انا هحتاجهم في المسائل دي. واحد يقول لي بس انت عندك sec، اقول له ماشي، هي سيك دي مش مقلوب الكوزاين؟ لما سيك 0 لما كوزاين 0 ب 1 تبقى سيك 0 بكام؟ برضه ب 1. طيب يبقى السيك والكوزاين ب 1 والكوسيك بانفينيتي لان هي 1 على 0 والايه؟ والساين ب 0. مفيش كوسيك دلوقتي، خلينا دلوقتي في الايه؟ في الاكزامبل اللي فيه سيك. طيب عندي 0 في 1 بقى 0. طب تان 2x لو انت عملت تان 0 هتديك 0 لان تان ساين على كوزاين 0 اوفر 1 ب 0، فاللي فوق ب 0 على 0 في 1 ب 0. طب وساين 0 ب 0 بقت 0 اوفر 0، وهي لازم انا معديك المساله لازم تطبق فيها لوبيتال. طيب يبقى ال بتساوي، بس هتاكد طبعا، الليمت لما اكس تساوي 0 للديفرنشيشن بتاع اللي فوق والديفرنشيشن بتاع اللي تحت. طيب ده مالتيبليكيشن اوف تو ديفرنت فانكشنز، ادي الفيرست في الديفرنشيشن اوف ذا سكند بماينس ساين اكس بلس السكند كوزاين اكس في الديفرنشيشن اوف ذا فيرست ب 1. حلو قوي.
الكلام ده بلس الديفرنشيشن اوف تان 2 اكس ب 2 اللي هي الديفرنشيشن اوف ذا انجل الديفرنشيشن بتاع التان بسكن سكوارد سكن سكوارد 2 اكس. حلو قوي كمل نكمل اكس في سك اكس يبقى هتبقى اكس الديفرنشيشن بتاع السكند سك اكس تان اكس بلس السكند سك اكس في الديفرنشيشن اوف ذا فيرست 1 يبقى انا عملت ملتيبليكيشن اوف تو ديفرنت فانكشنز عملت لهم ديفرنشيشن. طب الساين قال لي بمنتهى البساطه ادي بلس الديفرنشيشن اوف ذا انجل كوزاين 4 اكس. ما انساش بقى ان الكوزاين 0 ب 1 وساين 0 ب 0. طيب ده 0 ب 0 خلاص 0 ده 1. طب والسك قلنا ب 1 1 تايمز 2 ب 2 يبقى فوق عندي كام؟ 3. هقول تاني ده هيديني 0 ده هيديني 1 ده هيديني 2 لان سك 0 ب 1 في 2 ب 2 1 بلس 2 ب 3. طيب الاكس ب 0 في 1 في 0 كل ده ب 0. طب ادي 1 كوزين 0 ب 1 1 بلس 4 بكام؟ ب 5. يبقى الفاينل انسر طلعت عندي ب 3 اوفر 5. هقول تاني يبقى انا بحسب الليمت طلع عندي الليمت لما حسبت ب 0 اوفر 0 عملت ديفرنشيشن اللي فوق لوحده وعملت ديفرنشيشن اللي تحت لوحده عملت سبستيتيوشن على اكس ب 0 طلعت لي فوق 3 وتحت 5 يبقى الانسر ب 3 اوفر 5. حلوا بيه وقف الفيديو وحل بيه لو سمحت. طيب انا متاكد طبعا ان ولادي شاطرين وحلوا بيه مش كده يا شزة؟ انت ورباب ياسين حليته؟ طيب تعال نشوف سوا. بي كان فيها تركه احنا قلنا عليها ان انا من المفروض ما خليهاش فانكشن بالمنظر ده اخليها بالظبط كده زي ما قال ياسين نومينيتور ودينومينيتور حاجه فوق وحاجه تحت. طب ازاي؟ قال لي ما هي السك بواحد على ايه؟ بواحد على ساين. سوري الكوسك واحد على ساين والكوتان بايه؟ بكوزاين على ساين. طب زي الفل يبقى ايه اللي عندي؟ الليمت بتاعتي ال بتساوي الليمت لما اكس تندس تو 0 لايه؟ اهو 1 اوفر ساين اكس بلس كوزاين اكس على ساين اكس. طب الساين ده كومن دينومينيتور تبقى الليمت لما اكس تندس تو 0 لايه؟ ل 1 ماينس كوزاين اكس على ساين اكس. ايه ده بالسهوله دي؟ ما انا عندي الكومن دينومينيتور اهو وهنا ماينس ليه؟ هنا بلس. الاشاره فعلا ماينس ما بين التو تيرمز يبقى هنا هتبقى دي ماينس. حلو اجي بعد كده اعمل سبستيتيوشن. طب هي كوزاين 0 بكام؟ ب 1 1 ماينس 1 0 على ساين 0 ب 0 فادتني 0 اوفر 0 تيبيكال لوجيتال. يبقى ايه اللي هتساوي؟ الليمت لما اكس تندس تو 0 اعمل ديفرنشيشن اللي فوق لوحده ال1 الديفرنشيشن ب 0 الماينس كوزاين الديفرنشيشن بتاعها بساين والساين الديفرنشيشن بتاعها بكوزاين. حلو اعمل سبستيتيوشن احنا قلنا ساين 0 ب 0 وكوزاين 0 ب 1 الله دي الانسر ب 0 خلاص. هتقول لي بقى المساله طلعت الليمتس بتاعتها ب 0 طبيعي جدا. على فكره ممكن الليمتس تطلع عندي ب 1 اوفر 0 او برقم اوفر 0 فتطلع بانفينيتي وهنشوف الكلام ده. فعادي 0 تطلع عندي وعادي تطلع برقم عادي تطلع بانفينيتي انما مش العادي 0 اوفر 0 دي اللي بطبق فيها لوبيتال. تعال نشوف المساله رقم سي. هقول له ايه اللي بتساوي الليمت لما اكس تندس تو 0 ل 1 ماينس روت اوف كوزاين اكس على اكس سكوارد. فاكر انا قلت لك ايه؟ لما يكون في اكس سكوارد في الدينومينيتور توقع ان انت تعمل لوبيتال كم مره؟ مرتين توقع. طيب لما اجي اطبق لوبيتال زي ما قلنا ان ساين 0 كانت ب 0 وكوزاين 0 كانت ب 1 هبتدي اعوض كوزاين 0 ب 1 تبقى 1 ماينس 1 ب 0 على اكس سكوارد 0 يبقى على طول تيبيكالي هطبق لوبيتال. يبقى ايه اللي هتساوي؟ الليمت والليمت دي ما بتتشالش لما بعمل سبستيتيوشن
الليمت لما اكس تندس تو زيرو ابتدي اعمل ديفرنشيشن للنومينيتور لوحده وللدينومينيتور لوحده، دي شرطه الفراكشن الاصليه. طيب هعمل ديفرنشيشن للنومينيتور، ادي الوان الديفرنشيشن بتاعه بزيرو ماينس روت كوزين اكس، يبقى احط 2 روت في الدينومينيتور واحط فوق الديفرنشيشن بتاع اللي جوه الروت اللي هو ايه ماينس ساين اكس، بقى عندي 2 نيجاتيف ساينز بوزيتيف على طول. طيب على الديفرنشيشن بتاع اللي تحت اللي هو 2 اكس، تمام خلاص عملنا الديفرنشيشن بتاع اللي تحت ب 2 اكس. وبعدين قال لي بمنتهى البساطه ما بسيبش الترم ده كده، باخد ده ارميه تحت، يبقى عندي بمنتهى البساطه ال هتساوي الليمت لما اكس تندس تو زيرو لشرطه الفراكشن بتاعتي اهي، النيجاتيف ساين عندي راحت واخدين بالنا، اتبقى لي فوق ساين اكس واتبقى لي تحت 4 اكس فروت كوزين اكس زي الفل. عوض خلاص ساين زيرو بزيرو وتحت في اكس، لاحظ هتبقى زيرو في 1 بزيرو بقت زيرو اوفر زيرو، يبقى هطبق لوبيتال كم مره بالظبط زي ما قلنا كده. عادة لما يكون في اكس من باور 2 في المسألة توقع ان انت هتطبق لوبيتال مرتين، يبقى هتساوي ال هتساوي الليمت لما اكس تندوس تو زيرو، ابتدي اعمل ديفرنشيشن للي فوق لوحده وللي تحت لوحده، الديفرنشيشن اوف ساين اكس بكوزين اكس، وانا عندي هنا ملتبليكيشن اوف تو ديفرنت فانكشنز، ادي 4 بره وافتح براكت ابتدي اعمل ديفرنشيشن، ادي الفيرست في الديفرنشيشن اوف ذا سكند، احط عندي 2 روت في الدينومينيتور والديفرنشيشن بتاع اللي جوه الروت بماينس ساين اكس بلس روت كوزين اكس في الديفرنشيشن بتاع الاولانيه 1. خدت الاربعه بره، عملت ملتبليكيشن اوف تو ديفرنت فانكشنز، عامل لهم ديفرنشيشن، حطيت الفيرست في الديفرنشيشن اوف ذا سكند بلس ادي السكند في الديفرنشيشن اوف ذا فيرست ب 1 لان انا خدت الفور بره. طيب ابتدي اعوض تعويض مباشر عن قيمه الايه؟ الساين 0 والكوزين 0. حلو قوي. كوزين 0 ب 1 يبقى فوق عندي 1. طيب تحت عندي 4 وهقوبن براكت. 0 في 0 اوفر 1 يبقى 0. 1 يبقى 1. يبقى الانسر طلعت عندي يا شباب بكام؟ ب 1 اوفر 4. طبيعي؟ اه طبيعي. تطلع عندي ب 0 طبيعي. طيب تعال نشوفوا اخر مساله اللي هي بتتكلم على البروبلم نمبر دي. عايز اجيب الليمت، اقول له ال بتساوي الليمت، ما انساش ال دي عشان دي بتريحني في كتابه كتير. اكس تندس تو زيرو لايه يا شباب؟ لساين 3 اكس اوفر 1 ماينس 4 ماينس كوزين 4 اكس. واضح تماما ان هي تيبيكال هتبقى 0 اوفر 0. ليه؟ ساين 0 ب 0 وهنا 1 ماينس كوزين 0 اللي هي ب 1 يبقى 1 ماينس 1 ب 0 فتطلع عندي 0 اوفر 0. اقول له يبقى ال هتساوي الليمت لما اكس تندس تو 0 لايه بقى؟ اعمل لي ديفرنشيشن للي فوق، الديفرنشيشن بتاع الساين بكوزين 3 اكس في الديفرنشيشن اوف ذا انجل ب 3 يبقى خلصت من دي. ال 1 الديفرنشيشن بتاعها ب 0، الكوزين الديفرنشيشن بتاعها بماينس ساين فتقلب لي دي لبلس، بقت ساين 4 اكس في الديفرنشيشن اوف ذا انجل ب 4. حلو قوي. ابتدي اعمل دايركت سبستيتيوشن على قيمه الاكس ب 0، فكوزين 0 هتبقى ب 1 ففوق عندي تبقى 3. يلا ادي 3 اوفر ساين 0 ب 0 فالانسر 3 اوفر 0. يا 3 اوفر 0 بكام؟ انفينيتي. الله دي بقى انديفايند فاليو. نو سير، الانفينيتي از ديفايند فاليو وعارف ان هي قيمه كبيره جدا، انما انفينيتي اوفر انفينيتي دي اللي ما اعرفش، 0 اوفر 0 دي اللي ما اعرفش. كده يمكن خلصنا النوع الاول من مسائل اللوبيتال. في نوع تاني من اللوبيتال قال لي يس. طب ايه النوع التاني؟ قال لي لو انا عايز اطبق لوبيتال وفي عندي اكس في الباور. لو سالنا ياسين دلوقتي لما اكس في الباور هل انا اقدر اعمل ديفرنشيشن عادي او استخدم قوانين الديفرنشيشن العاديه؟ اهو رد قال لك. قلت يا ياسين؟ قال اللين. يبقى انا في بعض مسائل لوبيتال بضطر ادخل لها اللين اذا كان الباور فاريبل.
وده النوع الثاني من مسائل لوبيتال اللي احنا هنتعامل معه. هنشوف يا شباب النوع الاخير من المسائل بتاعه لوبيتال. بس قبل ما اشوف النوع الاخير عايز اقول لك على ان في نظريه وتم طبعا اثباتها بيقول لي لو انا بجيب الليميت لما اكس تندوس تو اي، اي دي ممكن تبقى اي حاجه، ماينس انفينيتي انفينيتي زيرو واتيفر باي باي 2 لي اي فانكشن ولتكن لين يو، لو طلعت بي وال قال لي من حقي اخد اي للتو سايدز. يعني ايه؟ يعني لو انا خدت اي على اللين هتطير اللين ويتبقى لي ايه؟ يو. يبقى ذان لو خدت الليمت للتو سايدز هتبقى الليمت لما اكس تندوس تو ايه ليو، لان انا دخلت الاي هنا، بتساوي اي تو ذا باور واي، لان انا ما ينفعش ادخل الاي على سايد اه وسايد لا، فانا باخد الاي للتو سايدز، فكان الاي دخلت مع اللين او دخلت من اللين تعدت تخطت اللين لاي باور لين يو، اي باور لين يو تطلع بيو تديني الانسر باي اس 1. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا هضطر اجيب الليمت للين يو مش ليو. ليه؟ لان يو ما اقدرش اعمل لها ديفرنشيشن عادي، فهضطر ان انا اعمل لها لين علشان الباور فاريبل. هنشوف الكلام ده بالتفاصيل واحنا بنتكلم على التو اكزامبلز دول. اهو اكزامبل ايفالويت، احسب احسب ايه؟ اي الليمت لما اكس تندس تو زيرو لايه؟ لكوزين اكس تو ذا باور 1 اوفر اكس سكوير. اه هنا ظهر الباور الفاريبل. طيب بي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي لمثلا اكس على اكس ماينس 2 تو ذا باور اكس بلس 2. هنا برضو الباور فاريبل. قال لي ده انا ما اقدرش احسب اعمله ديفرنشيشن، ما انا احسب له ليميت بس ما اقدرش اعمله ديفرنشيشن. يعني تعالى كده نطبق كده لوبيتال ونشوف اهو السولوشن. انا عايز احسب الليميت للمقدار ده، هقول له الليميت اللي طبعا عندي بتساوي الليميت لما اكس تندس تو زيرو لايه؟ لكوزين اكس to the power 1 over x squared. انا هحط كوزين 0، كوزين 0 بكام؟ ب 1 to the power 1 over 0 infinity. واحنا قلنا طبعا ان ال 1 to the power infinity undefined value. طيب يبقى هعمل differentiation. اولا دي مش numerator ودينومينيتور، دي اول حاجه. ثانيا الباور عندي فاريبل، يبقى انا لازم اخلص من القصه دي من ايه؟ من الاخر. اعملها ازاي؟ اقول له هفرض يو لت يو بتساوي كل القصه دي كوزاين اكس تو ذا باور 1 اوفر اكس سكويرد. طيب وبعدين هاخد لين للتو سايدز اهو، يبقى لين يو بتساوي ايه؟ بتساوي لين اوف كوزاين اكس، قال لي تو ذا باور، اقول له تو ذا باور تنزل، فبقت لين يو عندي بتساوي لين كوزاين اكس على اكس. قال لي اه، قال لي دلوقتي اصبحت عندي نيومينيتور ودينومينيتور واقدر اجيب الليمتس بتاعت لين يو، بس انا مش عايز الليمتس بتاعت لين يو، بس انا اقدر اجيبها. اجيبها الاول وبعد كده اطبق النظريه، هنشوف واحده واحده. يبقى اقول له كده الليمت لما اكس تندوس تو انفينيتي للين يو بتساوي الليمت لما اكس تندوس تو انفينيتي للين كوزاين اكس على اكس. خلاص مش هطبق لوبيتال بقى، لسه مطبقها. ابتدي اعمل ديفرنشيشن للاثنين. طبعا دي اكس سكويرد يا جماعه، انا اسف، دي اكس سكويرد ما انساش. اطبق لوبيتال فوق وتحت، يبقى هتساوي الليمت لما اكس تندس تو زيرو، عايز اعمل ديفرنشيشن للين كوزين اكس لوحدها، احط كوزين اكس في الدينومينيتور
والديفرنشيشن بماينس ساين اكس. حلو. والاكس سكويرد الديفرنشيشن بتاعها ب 2 اكس. ما سيبهاش كده يا شباب. طيب اعمل فيها ايه؟ اقول له هتساوي الليمت لما اكس تندس تو زيرو، اروقها، دي شرطه الفراكشن الاصليه، يبقى ده هينزل تحت تبقى 2 اكس كوزاين اكس وفوق ماينس ساين اكس. حلو قوي. عوض لي ساين زيرو بزيرو، ساين زيرو بزيرو، كوزاين زيرو ب 1، 1 تايمز 2 ب 2. صعبه؟ قال لي لا مش صعبه، بس هي 2 هي زيرو. طب ليه زيرو؟ قال لي ما هي اكس بزيرو، انا عندي زيرو في 2 في 1 تبقى القيمه ايه؟ زيرو. وارجع افكرك اقول لك لما يظهر عندك اكس سكويرد في الدينومينيتور تعرف ان انت احتمال كبير جدا تطبق لوبيتال مرتين. طيب فطلعت زيرو على زيرو عندي، يبقى اقول له برضو ايه اللي هتساوي الليمت لما اكس تندس تو زيرو لايه؟ اعمل اللي فوق ديفرنشيشن تبقى ماينس كوزاين اكس. هنا عندي 2 كومن فاكتور ملتيبليكيشن اوف 2 ديفرنت فانكشنز، ادي الفيرست في الديفرنشيشن اوف ذا سكند ماينس ساين اكس بلس السكند بكوزاين اكس في الديفرنشيشن اوف ذا فيرست ب 1. خدت ال 2 كومن فاكتور، ادي الفيرست الديفرنشيشن اوف كوزاين بماينس ساين، والديفرنشيشن والسكند نزلتها زي ما هي والديفرنشيشن اوف اكس ب 1. هنا اقدر اطبق لوبيتال؟ يسر اقدر اطبق لوبيتال، او اطبق الفاليو بتاعت الاكس بتساوي 0. ولو حطيت اكس ب 0 فوق هتطلع عندي كام؟ ماينس 1. طب حطيت اكس تحت ب 0 تحت هتبقى هنا دي 0 ودي ب 1، 1 تايمز 2 ب 2 يبقى ماينس 1. واحد يقول لي خلصنا، اقول له استنى، هو انت جبت الليمت بتاعت المساله اللي انت عايزها ولا جبت الليمت بتاع لين المساله؟ قال لي لين المساله. اقول له بمنتهى البساطه يبقى لازم اعكس، ادخل الاكسبوننشال فانكشن على التو سايدز. اقول له بما ان الليمت لما اكس تندس تو زيرو للين يو بتساوي ماينس هاف، ذن الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي ال زيرو قصدي ليو بتساوي اي تو ذا باور ماينس هاف. كده انت خلصت بقى، كده انت لعيب. يبقى انت تعال نعيد المساله من جديد. احنا قلنا النظريه بتقول لي ان لو انا بجيب الليمت للين يو طلعت عندي بواي، لو انا خدت اي للتو سايدز يبقى الليمت بتاعت اليو باي اس واي او اي تو ذا باور واي. طيب جت عندي مساله حبيت احسب لها الليمت، فانا هضطر اعمل ديفرنشيشن وعندي الباور فاريبل، فاضطريت ان انا لازم استخدم اللين، فسميت دي كلها على بعضها يو، واستخدمت الخصائص بتاعت السمبليفيكيشنز بتاعت اللين، واخدين بالنا، فحولتها لي النومينيتور ودينومينيتور لوحدها. جبت الليمت بتاع لين واي وحسبتها بالطريقه العاديه، اضطريت ان انا اطبق لوبيتال مرتين وطلعت الانسر عندي ماينس هاف. هل انا خلصت؟ قال لي لا، انت كده جبت الليمت بتاع لين يو، انا عايز الليمت بتاع يو بتاعت المساله بتاعتي. اقول له اخد اي للتو سايدز تطلع الليمت بتاعت لين يو بتساوي اي تو ذا باور ماينس هاف. ده النوع الثاني من المسائل. تعالوا كده نبصوا سوا على المساله الثانيه. نقوله كده عايز اجيب الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي لايه يا جماعه؟ لاكس اوفر اكس بلس 2 اول تو ذا باور، هنا اكس ماينس 2 اول تو ذا باور اكس بلس 2. حلو، انا عندي اكس تندس تو انفينيتي، يبقى دي انفينيتي ودي انفينيتي، بقت انفينيتي over infinity to the power infinity. احنا قلنا infinity over infinity undefined value، فانا محتاج ان انا اعمل differentiation فوق differentiation تحت عشان اطبق مين؟ لوبيتال. قال لي ما ينفعش عشان الباور فاريبل، اخد دي كلها اسميها يو، اقول له يو بتساوي let يو بتساوي x over x minus 2 all to the power x plus 2. اخد لين الطرفين يبقى لين يو هتساوي الاكس بلس 2 هتنزل في الاول، وهتبقى عندي لين اللي فوق ماينس لين اللي تحت يبقى لين اكس ماينس لين اكس ماينس 2. واقفل البراكت.
قال لي خد بالك انت عشان تطبق لوبيتال لازم يبقى عندك فانكشن في النومينيتور وفانكشن في الدينومينيتور. انهي اسهل، انزل ده تحت ولا انزل ده تحت؟ بالظبط زي ما قالت شازا الترم الاولاني. طب ده لما هينزل تحت هينزل بباور ماينس 1، ما انساش، يبقى اقول له لينيو هتساوي اهو لين اكس ماينس لين اكس ماينس 2 على ايه؟ على اكس بلس 2 تو ذا باور، قال لي ماينس 1 ما انساش. طيب عايز اطبق لوبيتال خلاص اجيب لها الليمت، اقول له الليمت اللي بقى بتساوي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي اوف لين يو بتساوي الكلام بتاعي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي للين اكس ماينس لين اكس ماينس 2 على اكس بلس 2 تو ذا باور ماينس 1. هبتدي اعمل ديفرنشيشن فوق وديفرنشيشن تحت عشان تطبيقا للوبيتال. ماشي، يبقى تساوي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي، وادي شرطه الفراكشن الاصليه اللين اكس الديفرنشيشن بتاعها ب 1 اوفر اكس ماينس اللين اكس ماينس 2 الديفرنشيشن بتاعها ب اكس ماينس 2 والديفرنشيشن بتاع الاكس برضو ب 1. طب البراكت وليه باور، هسبتراكت، هنزل الباور اسبتراكت من الباور 1 في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت. خدوا بالكم بقى السمبليفيكيشن هنا اساس القصه. انت خلاص دلوقتي طبقت لوبيتال، عملت ايه؟ عملت ديفرنشيشن للنومينيتور لين اكس ب 1 اوفر اكس واللين اكس ماينس 2 ب 1 اوفر اكس ماينس 2 والاكس بلس 2 اول تو ذا باور ماينس 1، نزلت الباور وسبتراكت من الباور 1. فانت كده عملت اللوبيتال وجايب الليمت بتاعت الايه؟ لينيو. هنا بقى الستيب اوف سمبليفيكيشن اللي هتبسط لي الدنيا. طب ازاي؟ تعال شوف، نبتدي الستيب اوف سمبليفيكيشن فوق اهو، هتساوي ال بتساوي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي. الترم ده هو دينومينيتور لان باور ماينس 2 افكه تحت، يعني هتبقى بص كده ماينس 1 اوفر الفيرست سكويرد الفيرست تايمز اللاست تايمز 2 يبقى 4 اكس بلس اللاست سكويرد ب 4. ده كده اللي تحت. طب واللي فوق نعمله اهو، انا بضرب ده في ده واحطه تحت، بقت اكس سكويرد ماينس 2 اكس او اكس تايمز اكس بقت اكس سكويرد اكس تايمز ماينس 2 بماينس 2 اكس. ده يتضرب هنا الكروس مالتيبليكيشن بقى. ايوه يا شازا بالظبط، المقص او الكروس مالتيبليكيشن. تبقى اكس ماينس 2 تتضرب في 1 تبقى اكس ماينس 2 والاكس تتضرب في ماينس 1 تبقى ماينس اكس. واو ده صعب قوي. لا يا حبيبي، ده انت عارف شرطه الفراكشن الاصليه بقت حريف، ما تعرفش هتتلخبط. طب تعال نشوف، البوزيتيف اكس هتروح مع النيجاتيف اكس، هيبقى لي فوق ماينس 2 على الترم ده وهنا ماينس 1 على الترم ده. بص معايا، ده دينومينيتور اوف دينومينيتور يطلع في النومينيتور، ده نومينيتور اوف دينومينيتور ينزل في الدينومينيتور، فهتساوي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي وما نتلخبطش في الاشارات. ده ماينس 2 يتحط في الاول، قدامه اكس سكويرد بلس 4 اكس بلس 4، حلو قوي. تحت ايه؟ ماينس 1 مضروب في اكس سكويرد ماينس 2 اكس. كده خلص الترم. قال لي لا، انا دلوقتي عايز اطبق لوبيتال، فهحط اكس بانفينيتي فوق وتحت انفينيتي تبقى انفينيتي اوفر انفينيتي. هقول لك بص، دي من السكند اوردر ودي من السكند اوردر، فهتضطر تعمل ديفرنشيشن مرتين عشان توصل للفاينل انسر. اه في طريقه اسهل. احمد بيقول لي مفيش طريقه اسهل، قلت له في طريقه اسهل. ايه؟ هعمل ديفيجن على اكس الاكبر باور فوق وتحت، ما هي فوق زي تحت، هنا اكس سكويرد وهنا اكس سكويرد، يعني هنا هعمل ديفيجن على اكس سكويرد وهنا هعمل ديفيجن على اكس سكويرد. يبقى ايه اللي هتساوي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي؟ ادي ماينس 2، خلاص بقى الماينس راحت مع الماينس بقت بلس، يلا 2 لما اعمل ده اكس سكويرد اوفر اكس سكويرد 1 بلس 4 اكس اوفر اكس سكويرد تبقى 4 اوفر اكس بلس 4 اوفر اكس سكويرد
حلو قوي. طب تحت نفس القصة، ادي الوان خلاص مش هحط الوان بقى. اكس سكوارد اوفر اكس سكوارد ب1 ماينس 2 اوفر اكس. طيب لما احط اكس بانفينيتي هنا يا جماعه، هي 4 اوفر انفينيتي معاك 4 جنيه وعايز توزعهم على شعب الصين، كل واحد ياخد ايه؟ nothing. و4 اوفر انفينيتي سكوارد nothing، يبقى اتبقى لي من فوق كام؟ 2 تايمز 1. هنا نفس القصه، 1 ماينس 2 اوفر انفينيتي، 2 اوفر انفينيتي ب0 يبقى 2 اوفر 1، يبقى الانسر بتساوي 2. خلصت؟ اقول له لا، احنا قلنا ايه؟ احنا جايبين الليمت بتاعت الواي ولا اليو ولا بتاعت لينيو؟ احنا جايبين الليمت بتاعت لينيو. اقول له بما ان الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي للينيو بتساوي 2، then الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي ليو بتساوي اي تو ذا باور 2. مرة طلعت e power minus half ومرة طلعت e to the power 2. نراجع مع بعض كده المسألة ونشوف. أنا دلوقتي حبيت أعمل الليمت لما x tends to infinity لفاليو ليها باور، والباور ده فاريبل. لما جيت أعمل الدايركت سبستيتيوشن x بانفينيتي اوفر انفينيتي to the power infinity، اللي عمل لي القصة هنا إن انفينيتي اوفر انفينيتي undefined value، يبقى أنا لازم أعمل differentiation، فاضطريت ان انا اخد اللين عشان الباور فاريبل، هي قصه كده. طيب قلت له انا هفرض القصه دي كلها بيو واجيب لينيو للتو سايدز، لقيت عندي معضله صغيره ان كلهم في النومينيتور، قال لي لازم واحده تنزل الدينومينيتور. كان ابسط بالنسبه لي ان الاكس بلس 2 تنزل الدينومينيتور، نزلتها في الدينومينيتور. وبعد كده قال لي كده انت تقدر تطبق لوبيتال، هتجيب لوبيتال لينيو مش ليو. طيب هقول له بقى ال بتساوي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي لينيو بتساوي الليمت لما اكس تندس تو انفينيتي للترم ده اللي هو لين اكس ماينس لين اكس ماينس 2 على اكس بلس 2 تو ذا باور ماينس 1. هعمل ديفرنشيشن للي فوق لوحده وديفرنشيشن اللي تحت لوحده تطبيقا لنظريه لوبيتال. طيب اللين اكس ب1 اوفر اكس ماينس اللين اكس بلس 2 بقت اكس سوري اكس ماينس 2، اكس ماينس 2 احطها تحت اعمل لها ديفرنشيشن فوق ب1. طب ده تو ذا باور ماينس 1، نزلت الباور سبتراكت من الباور 1 في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت ب1 ما كتبتوش. طب وبعدين ابتدي اعمل سمبليفيكيشن هنا فوق، اعمل ال سي ام خلاص، اكس في اكس باكس سكوير، اكس في ماينس 2 بماينس 2 اكس، الكروس مالتيبليكيشن بقت هنا اكس ماينس 2 بقت هنا ايه اكس، ادي اكس ماينس 2 ماينس اكس، فيري جود. وبعدين طيرت اكس مع اكس، ده طلع فوق ده نزل تحت وما نسيتش الاشاره بتاعت الماينس 2 والماينس 1، بقت هنا ماينس 2 هنا ماينس 1، الترم ده زي ما هو بقى فوق والترم ده زي ما هو بقى تحت. لقيت نفسي عشان اطبق لوبيتال، هلاقي نفسي هطبق لوبيتال مرتين كمان لان دي من السكند اوردر ودي من السكند اوردر، فاضطر ديفرنشيت مرتين لان اكس بتقول لي انفينيتي فهتبقى انفينيتي اوفر انفينيتي، لما اعمل ديفرنشيشن تاني تبقى برضو انفينيتي اوفر انفينيتي. طب على ايه؟ قال لي في طريقه اسهل، اقسم فوق وتحت على اكس الاكبر باور، اكس الاكبر باور هي اكس سكويرد، عملت ديفيجن على اكس سكوارد هنا وديفيجن على اكس سكوارد هنا، طلع عندي الليمت بيساوي 2. ما خلصتش المساله، اقول له الليمت بتاعت لين يو بتساوي 2، اذا الليمت بتاعت اليو بتساوي اي تو ذا باور 2. كده اعتقد كل الافكار بتاعه مسائل لوبيتال او بتاعه لوبيتال رول عملناها. اشوفكم ان شاء الله باذن الله المره الجايه. السلام عليكم.